بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله كرواسون والباتيه. عندنا نص كيلو دقيق، والنص كيلو دقيق حوالي 3 كوبايات وشوية، وهنضيف على الدقيق معلقة كبيرة خميرة، ونص معلقة صغيرة ملح، ومعلقتين كبار سكر. هنقلب كويس، وهنسيح على النار معلقتين كبار زبدة مع نص كوباية حليب لحد ما الزبدة تدوب معانا. وبعد ما بنسيح الزبده مع الحليب، لو الخليط سخن معانا بنسيبه يتهوى شويه عشان ما نحطهوش على الدقيق وهو سخن. بعد كده هنضيف خليط الزبده والحليب بعد ما يتهوى معانا، وهنقلبه مع الدقيق. بعد كده هنضيف ميه دافيه تدريجي واحنا بنعجن، وخلاص كده العجينه لمت معانا. وهنعجنها بايدينا كويس حوالي دقيقتين ثلاثه. وخلاص كده العجينة جاهزة معانا وما بتلزقش خالص في الايد. وهنغطي العجينة ونحطها في التلاجة علشان ترتاح حوالي نص ساعة. وطبعا بنحط العجينة في التلاجة علشان الخميرة ما تنشطش بكامل قوتها، لان احنا لسه مش محتاجينها دلوقتي. وبعد ما العجينة ترتاح معانا هنقسمها ل9 قطع متساوية، وهنكون مجهزين 200 جرام زبدة في درجة حرارة المطبخ ومقطعينهم على 8 قطع. بعد كده هنرش الرخامة بالدقيق، وهنحط واحدة من قطع العجينة، وهنرش على العجينة برضو رش الدقيق، وهنفردها بالنشابة، ونحاول ان احنا نفردها على شكل مستطيل. وخلاص كده فردنا قطعة العجينة بالسمك ده، ما بنخليهاش رقيقة قوي. بعد كده هناخد قطعة زبدة وهنفردها على العجينة، وهنوزعها كويس جدا. وخلاص كده وزعنا الزبدة على العجينة كويس بالشكل ده، ونحاول نخلي ان الزبدة تكون متوزعة بشكل متساوي. بعد كده هنشيل العجينة وهنخليها على جنب، وهنفرد قطعة عجينة تانية، وبنفرد العجينة بنفس حجم العجينة الأولانية، وهنغطي العجينة برضو بالزبدة، وهنحطها فوق العجينة الأولانية بالشكل ده، ونساوي الاتنين على بعض. وهنكمل باقي كمية العجينة اللي عندنا بنفس الطريقة. وخلاص كده خلصنا كل الطبقات، 8 طبقات من العجينة بنحط عليها زبدة، والطبقة الأخيرة ما بنحطش حاجة لأنها بتكون على الوش. بعد كده هنمسح العجينة بالراحة علشان نخرج أي هواء منها، وهنغطيها وهندخلها الفريزر حوالي 7 دقايق. وبعد ما العجينة تبرد معانا في الفريزر هنرش الرخامة دي، وهنرش العجينة دي، وهنفردها، بس نفردها بالراحة. وخلاص كده فردناها كويس بسمكة اقل من 0.5 سنتي، وهنمسح العجينة من اي دقيق، وهنطبقها بالشكل ده. هنجيب العجينة على النص بالشكل ده كده، وهنجيب النص التاني عليها، ونضغط خفيف، وهنغطي العجينة تاني وهندخلها الفريزر كمان 7 دقايق. واحنا بنحط العجينة في الفريزر عشان الزبدة بتسيح من الفرد، فبنجمدها تاني علشان العجينة ما تشربهاش، علشان لو الزبدة ساحت والعجينة شربتها مش هيكون في اي طبقات. بعد كده هنفرد العجينة الفردة الاخيرة، وخلاص كده فردنا العجينة برضو بسمكة اقل من 0.5 سنتي، وهنقطعها من النص بالسكينة بالشكل ده. وده بيكون شكلها من جوه، والطبقات واضحه معانا. وهنعمل نص العجينه كرواسون ونصها باتيه، والفرق ما بينهم هو بيكون التشكيل بس. الباتيه هنقطعه مربعات، وهنلفه بالشكل ده، والكرواسون هنقطعه مثلثات. وهناخد مثلث ونفرده فردة بسيطة، بعد كده هنلفه بالشكل ده، بحيث
بحيث يكون معانا بالشكل ده كده. بعد كده هنرص قطع العجينه اللي شكلناها في صاج او صينيه مدهونه كويس بالزيت. هنحط الصاج في مكان دافي لحد ما الكرواسون والباتيه يخمروا معانا. وخلاص كده العجينه خمرت معانا، وهنسخن الفرن على درجه حراره 220، ولما يسخن معانا هندخل الصاج على الرف الاوسط. وخلاص كده الباتيه والكرواسون استووا معانا وبياخدوا معانا في الفرن حوالي ربع ساعه، ولما بنقطعه بيكون معانا من جوه بالشكل ده. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. وبكده بتكون وصفة النهاردة انتهت، بتمنى انها تكون عجبتكم، واستنونا ان شاء الله في وصفات جديدة. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. وإلى اللقاء ان شاء الله في الوصفة اللي جايه.